وكيل اعمال نجم النادي الاسماعيلي عبد الرحمن مجدي. وكيل اعماله نادر شوقي بيؤكد ان نجم النادي الاسماعيلي عبد الرحمن مجدي في طريقه الموسم المقبل للانتقال لنادي الزمالك. نادر شوقي بيقول ان عبد الرحمن مجدي لاعب كبير جدا، لكن الظروف مش مساعداه داخل النادي الاسماعيلي، وبيعتقد ان هو هيغير وجهته الموسم المقبل لنادي الزمالك. واكد ان عبد الرحمن كان قريب جدا انه ينتقل لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الموضوع توقف في نهاية الامر. واكد ان رغبة عبد الرحمن مجدي في الرحيل عن النادي الاسماعيلي بسبب الازمة المادية الكبيرة اللي بيعاني منها الدرويش. الزمالك بيعمل في جميع الاتجاهات لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل. نادر شوقي بيقول ان نادي الزمالك كان عنده رغبة ايضا في التعاقد مع عمر رضوان حارس مرمى نادي طلائع الجيش، لكن الامر لم يتطور للمحادثات الرسمية حتى الان. في انباء تفيد عن رغبة نادي الزمالك في الحديث مع نجمه امام عاشور، امام اللي انتقل لنادي ميتلاند الدنماركي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ب 3 مليون دولار. ما شاركش امام مع نادي ميتلاند بشكل كبير بسبب تغيير الاجهزة الفنية. في رغبة شديدة عند امام عاشور في العودة لمصر، لكن طبعا المبلغ الكبير اللي دفعه ميتلاند لصالح نادي الزمالك يقف عقبة في طريق عودة امام عاشور مرة تانية سواء للاهلي او للزمالك. نادي الزمالك بيستطلع رأي امام انه ممكن يعود لمصر لكن على سبيل الاعارة. اللجنة الفنية داخل نادي الزمالك ايضا وضعت اسم نجم الفريق السابق ونجم منتخبنا الوطني طارق حامد ضمن الاسماء المرشحة للعودة من جديد لنادي الزمالك. طارق حامد لعب الموسم الماضي مع اتحاد جدة السعودي وحصل مع الفريق على بطولة الدوري وعمل موسم رائع رغم وصوله ل 34 سنة، لكن السنة دي وفي ظل الانباء اللي بتتردد ان نادي اتحاد جدة في طريقه للتعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي، يبدو ان ايام طارق حامد في اتحاد جدة السعودي اصبحت معدودة. اللاعب بالتأكيد عنده عروض من الاندية السعودية، لكن بيعتقد مسؤولي نادي الزمالك ان طارق حامد قد يرغب في ختام مسيرته الكروية داخل القلعة البيضاء. نادي الزمالك ايضا دخل في مفاوضات جدة مع نادي الجزيرة الاماراتي لاعادة نجمه المغربي اشرف بن شرقي. في علاقة توأمة ما بين الناديين النادي الاماراتي ونادي الزمالك. نادي الزمالك بيسعى للتعاقد مع اشرف بن شرقي بصورة نهائية لثلاث اعوام، ولو الموضوع كان صعب علشان المبلغ المطلوب من النادي الاماراتي ممكن يكون كبير، نادي الزمالك هيسعى للحصول على خدمات اشرف بن شرقي على سبيل الاعاره لمده موسم. اشرف بن شرقي شارك قبل كده مع نادي الزمالك لمده ثلاث اعوام ظهر بها بمستوى رائع، لعب 109 مباراه مع الفريق الابيض، سجل 41 هدف وصنع 28 هدف اخر. اشرف بن شرقي كان انضم لنادي الزمالك موسم 2019، لاعب البالغ من العمر 28 عام، حقق مع نادي الزمالك بطولتين دوري مصري، بطولتين للكاس، كاس السوبر المصري وكاس السوبر الافريقي. نادي الزمالك ايضا هيحاول يعمل اتفاق مع نادي فاركو حول التعاقد مع محمود حمادة لاعب خط وسط نادي فاركو اللي اصبح ورقة اساسية من اوراق روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني. نادي الزمالك هيستغل سعي إدارة فاركو للتعاقد مع محمد عواد حارس المرمى لمحاولة ضم محمود حمادة المطلوب أيضا من النادي الأهلي. صفقتين هيبقوا منفصلتين تماما، لكن بالتأكيد وجود رغبة متبادلة من فاركو والزمالك في ضم لاعبين من بعضهم البعض هيسهل الأمور بشكل كبير. طبعا نادي فاركو هيدخل الانتقالات الصيفية الحالية بكل قوة لأن الفريق كان محروم الموسم الماضي من التعاقدات. في رغبة شديدة عند نادي فاركو انه يضم محمد عواد. فاركو ما عندوش غير حارس واحد اساسي فقط لغير شيكا، وده طبعا بعد رحيل محمد صبحي اللي لعب الموسم قبل الماضي في صفوف فرقة نادي فاركو على سبيل الاعارة من نادي الزمالك. نادي ام صلال القطري بينفي تماما وجود اي نية عند الفريق في الحصول على خدمات جناح النادي الاهلي المميز اللي بينتهي تعاقده مع النادي الاهلي بنهاية هذا الموسم حسين الشحات. المدير الرياضي للنادي القطري اللي بيقوده المدير الفني باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للاهلي والزمالك اكد على الامكانيات الكبيرة اللي بيملكها حسين الشحات، واكد ان هو نجاح لو استطاع اي نادي ضمه هيبقى نجاح ليه، لكن النادي بينفي بشدة انه تفاوض مع حسين الشحات او محمد مجدي قفشة لضمهم لام صلال القطري الموسم المقبل. طبعا كان في انباء قوية بتتردد ان حسين الشحات جاي لعروض من السعودية ومن قطر ومن الامارات، وده في ظل ان تعاقد حسين الشحات مع النادي الاهلي هينتهي بنهاية هذا الموسم ولم يتم تجديده حتى الان. مفيش اي لاعب في النادي الاهلي عنده عروض رسمية حتى الان الا حمدي فتحي اللي بيقترب من الدوري القطري.
محمد الشناوي. ملف محمد الشناوي بالكامل بيتم مناقشته ما بين الحارس الدوري الكبير محمد الشناوي وما بين مدير التعاقدات بالنادي الاهلي امير توفيق في ظل متابعه خاصه من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. محمد الشناوي بيرى ان هو في فرصه السنه دي انه يطلع ليه احد الدوريات العربيه وبالتحديد الدوري السعودي ولو على سبيل الاعاره، في ظل ان مفيش اي ازمه حاليا في حراسة المرمى عند النادي الأهلي بتواجد علي لطفي ومصطفى شوبير وتألقهم في المناسبات اللي بتتاح ليهم الفرصة المشاركة فيها. لكن محمد الشناوي طارق الأمر برمته لإدارة النادي الأهلي لاتخاذ ما تراه من قرارات لصالح النادي الأهلي في النهاية. مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بيوقع غرامة قدرها 20,000 جنيه على نجم الفريق عبد الرحمن مجدي. طبعا احنا تحدثنا عن موضوع مفاوضات نادي الزمالك مع عبد الرحمن مجدي للانتقال إليه الموسم المقبل. الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بيؤكد ان عبد الرحمن مجدي سليم 100% لكنه تغيب عن التدريبات بدون إذن. كابتن أحمد العجوز رفع مذكرة لمجلس الإدارة وبناء عليه تم فرض هذه الغرامة. هل ده وقت عبد الرحمن الغياب عن النادي الاسماعيلي في هذا الوقت الحساس اللي النادي الاسماعيلي بيسعى فيه انه يضمن البقاء في الدوري المصري في ظل وجود مباراه مهمه جدا امام اسوان بعد اسبوع؟ ده وقته يا عبد الرحمن؟ طب لو عايز تتنقل لنادي تاني الموسم المقبل، ده وقته ان انت تسيب ناديك في الوقت المهم ده وتبدا في الدلع؟ ما اعتقدش خالص ان ده لا في صالحك ولا في صالح النادي الاسماعيلي ولا في صالح انتقالك لاحد الانديه في المستقبل. النادي الاسماعيلي كان هيعمل مباراه وديه مع منتخب غانا الاولمبي، لكن المنتخب الغاني بعث بيه خطاب للنادي الاسماعيلي بيعلموا فيها ان الفريق الغى هذه المباراه. النادي الاسماعيلي كان عمل مباراتين وديتين امام ساحه دمياط فاز الدرويش 4-1 وامام منتخب السودان للمحليين وفاز الفريق بثنائيه. سيرجي اكا بقاله 3 شهور ما خدش الراتب بتاعه، وبناء عليه بيفكر اللاعب الايفواري المتالق مع النادي الاسماعيلي منذ انضم اليه في فتره الانتقالات الشتويه الماضيه انه يفسخ تعاقده قبل نهايه الموسم للاسف الشديد، ده على حسب صحيفه الوطن. سيرجي اكا كمان بيفكر ان هو يفسخ تعاقده مع النادي الاسماعيلي بدفع الشرط الجزائي اللي موجود في تعاقده مع الفريق من قيمه مستحقاته اللي مش بيستلمها، يعني خساره من جميع النواحي. اتمنى من مجلس اداره النادي الاسماعيلي حل مشكله سيرجي اكا لانه لاعب مهم جدا في خط وسط الفريق، احنا كمان عايزينه يستمر مع الدراويش لاطول فتره ممكنه، مش يفسخ عقده بنهايه هذا الموسم. سيرجي اكا صاحب ال 28 عام بدا مسيرته مع اسيك ميموزا الايفواري، بعد كده انتقل للصفاقسي التونسي، وتالق بعد كده في الدوري المصري مع الجونه، راح للدوري التركي ما شاركش وعادوا من جديد للحياه النادي الاسماعيلي. تصريحات مهمه جدا لرئيس رابطه الانديه الاستاذ احمد دياب حول دعم الانديه الجماهيريه. في تصريحات لقناه صدى البلد قال احمد دياب: نتحدث منذ فتره عن المشكلات والمعوقات التي تواجه الفرق الجماهيريه، وكان الاجتماع مع مجالس ادارات الانديه مثمر، ووضعنا النقاط التي سنسير عليها، ويوم الاحد المقبل هنجتمع مع وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي ومع رئيس الشركه الراعيه لطرح الافكار لاعاده هيكله الفرق الجماهيريه. واستمر في الحديث وقال: الكرة صناعة وستكون كذلك عندما تنفصل عن النادي وتتحول كرة القدم إلى شركة، لأنه لا يمكن أن تتواجد كرة القدم مع عدد كبير من الرياضات الأخرى وتحولها لشركات لها مواردها الخاصة، سيضمن استقرارها المالي بشكل كبير، وسيحول باقي موارد النادي العادية إلى الصرف على باقي الألعاب مثل اشتراكات الأعضاء مثلا والتي لم تصرف حينها على كرة القدم. بيقول إن القانون يسمح لتحويل الأندية إلى شركات، ولكن نحتاج أن يكون هذا هو الهدف الأساسي، وكان ذلك من ضمن إيجابيات الاجتماع. ولو تمكنت الأندية الجماهيرية من التحول إلى شركات مع تواجد الأندية الخاصة سيجعل دورينا ذو قيمة كبيرة. في الحقيقة أنا مش عارف إيه دخل الأستاذ أحمد دياب رئيس الرابطة بمثل هذه المواضيع، من المفترض إن هذه المواضيع يتم دراستها من قبل الأندية الجماهيرية مع بعضهم البعض وإرسال توصيات للمسؤولين. طبعا الراجل يشكر على أي حال على محاولته حل هذه الأزمات، لكن في النهاية كنت أتوقع أن الموضوع ده هو من سلطات مجالس إدارات الأندية المصرية الجماهيرية اللي أتمنى ليها كل التوفيق الفترة المقبلة بإذن الله. ادعمنا، اشترك في القناة، فعل الجرس، اعمل لايك للفيديو. شكرا، سلام عليكم.